مساء الخير يا فارس، كيفك؟ أنا أخوي يا مساء النور الورد إن شاء الله الياسمين. كيف وضعك؟ كيف أمورك؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير والله. شو تتمنى يا فارس؟ شو تتمنى؟ أتمنى؟ يا الله يا الله، بس أتمنى إني أزور مكة قبل الرسول ومكة المكرمة عليه الصلاة والسلام. يا واجدين الخير، أنا فارس عبد أحمد عبد المرايحة، سكان الأغوار الشمالية إكريمة. يا أخوان يا أخوان، بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، زوروني قبل الرسول ومكة المكرمة، قبل لا أموت. نحن. بالله عليكم، زايد عليكم والله يا وزير الخير، بالله عليكم. أنا زلمة صح، أنا ما معي مصاري أنا أروح على العمرة، ما معي والله ما معي. برمضان برضو شهر رمضان المبارك كنت ودي أروح، بس ما معي مصاري، ما معي. يا أخوان سايق عليكم الله تودوني. يا أخواني أيها الأحبة الاحترام، إلكم إنكم تودوني على العمرة اللي تذبوه من أنفسكم تجدوه عند الله خيرا لكم يوم القيامة. الله يجمعكم مع النبي المبارك في جنة الفردوس الأعلى. يا الله يا كريم.